السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، هنختم مع بعض النهاردة لعبة جيران الجزء الثالث. اول حاجة هنعملها مع بعض هناخد المفك كده، طبعا المفك معانا على طول، وعلشان نفتح هنضغط على هنفضل ضاغطين على الشاشة لحد الباب ما يتفتح. كده الباب اتفتح، خلينا نشوف في حاجة هنا. مفيش، هنطلع فوق، هنفضل برضو ضاغطين على الشاشة والمفك في الوضع ده علشان المفك على ما بيفتح الباب. اول حاجة هعملها ان انا الدور التحتاني ده هفتح الادراج اللي فيه كلها بحيث ابحث عن كل حاجة فيه. خلينا احنا لقينا كبريت، اول حاجة خلينا نبحث في كل الادراج. لقينا خشب، كويس ناخده ونكمله بحث في الأدراج. كده الدور اللي تحت مفيش معانا غير الخشب والكبريت، هناخد الخشب اللي معانا ديت ونطلع بيها فوق الدور التاني. هنحط الخشب هنا وننزل نجيب الكبريت. هناخد الكبريت من هنا اهوت وهنولع في الخشبة اللي احنا لسه حاطينها. طبعا احنا بنولع في الخشبة لان هتطلع فوق خالص مدخنة لما الدخان يطلع. لما الدخان يطلع هتطلع لنا مفتاح. خلينا نشوف لو في حاجة هنا الأول قبل ما نروح للمدخنة. هناخد الدبدوب ده ونطلع فوق، نفتح الباب ده. علشان ننزل مظبوط من هنا نعمل وضع الجلوس وننزل من اخر الفتحة من تحت خالص، تنزل بالراحة ووضع الجلوس علشان ما تموتش. خلينا حذفت الدبدوب وهاخد المفتاح عشان ما رجعش تاني.
ده المفتاح اللي طلع. نعمل وضع الجلوس وننزله من آخر الفتحة من تحت. خلينا بقى نرمي المفتاح دلوقتي، مش عايزينه. هنحط الدبدوب هنا. مفتاحين، خلينا نرميهم تحت عشان ما نرجعوش هنا تاني. بس خلينا نشوف لو في حاجة هنا. الأول في خشبة هنرموها برضو. طبعا أنا ماشي معاكم خطوة بخطوة. ناخد المفتاح ده، المفتاح ده بتاع غرفة برا البيت هنطلع لها دلوقت. هنفتح الدولاب ده، بيكون فيه حاجة، فيه صامولة. الصامولة دي بتاعت جهاز الكهرباء، تبع جهاز الكهرباء فوق خالص عند السلم اللي بيطلع على السطوح. بس خلينا ناخد ده الأول. هناخده حسوتين، هي دي حسوة أو طوبة للنبلة. هنستخدم نبلة معانا. كان في واحدة ظاهرة دلوقت، احنا عايزين اتنين بس. في واحدة اهيت. هنحط الصامولة ديت هنا كده. بقى احنا خلصنا المهمة بتاعتها، وهننزل بقى نشوف المفاتيح اللي معانا والخشبة هنعمل بيهم ايه. ناخد المفتاح ده. المفتاح ده مكانه هتشوفوه دلوقتي في الجدار، مش هنا، في جدار، في غرفة، في زي خزنة سرية. هو ده. طلعت لنا مفتاح. ناخد المفتاح ده. المفتاح ده بتاع النبلة، سلاح النبلة اللي هنشوفه دلوقتي. هو ده السلاح، بس احنا مش هناخده دلوقتي. هنخلص مهمة الخشبة بالمرة كمان علشان ما نرجعوش للخشبة تاني. هناخد الخشبة وهنطلع فوق. هنحط الخشبة هنا. بعد ما حطينا الخشبة هنخش نشوف في حاجة جوه كده، لو في حاجة مثلا هناخده ديت وننزلوا بيها تحت ديت عند البوابة اللي بره خالص.
كده هنرجع للنبلة، ناخد دم الجدار. طبعا احنا معانا طلقتين فوق. اول مكان هنضرب منه هنروح هنا عند السلم اللي فوق خالص ده، في واحده في فازه فوق هنضربوها، وقعت في فازه تانية بقى، هما اتنين. مكان الفازة التانية هنخش لها من هنا، انزلوا المكان ده. الفازة الأولانية بتنزل بتقع هنا في الغالب، هندور عليها واحنا هنا علشان نشوفوها وقعت فين. خلينا نشوف هنا، ممكن تقع في أي مكان هنا. وقعت في السرير ده، هنضربه الفازة التانية. هناخدوا بقى الفازة ديت، كده احنا فاضل لنا المفتاح. خلينا ندور على المفتاح واحنا ماشيين، حط الفازة هنا ونرجع نجيب الفازة التانية. خلينا نشوف المفتاح هنا كده، هو ده المفتاح كده. يبقى احنا قربنا خلاص نقفل اللعبة، هنحط الفازة هنا ونجيب المفتاح. هننزل تحت في السرداب، ننزل تحت خالص المكان اللي جينا منه من اول المستوى، وهنفتح الباب ده، وهنفتح القفل ده بالمفتاح، ونرجع بقى للفازتين. كل فازة هناخدها هنملاها مية ونحطها جوه. ناخد الفازة ديت هنملوها، هنملوا الفازة من هنا ونرجع هنحطها في المكان اللي هتشوفوه. بعد ما ملينا الفازتين زي ما انتوا شايفين هتبتدي تتحرك. هناخد بقى ديت دايرة كهربائية، هنحطها في جهاز الكهرباء اللي بره، اللي في الغرفة اللي بره. خلينا نخرج بره، هنحط سلك الكهرباء هنا،
كده ما فضلش غير خطوة واحدة بس، ان احنا نضغط على الزرار اللي هيفتح الباب. هنطلع فوق خالص ونضغط عليه ونخرج، وكده تكون اللعبة اتختمت كلها. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم.